الجيش وزير الدفاع الوطني، معالي الوزير كمال الجيش، وزير الشباب والرياضة، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، أود في البداية الترحيب بكم جميعا ضيوفنا الأعزاء. مرحبا بكم في العيد الوطني لدولة قطر الذي يأتي هذا العام في ظرف استثنائي جدا بعد مدة من انقطاع الاحتفالات بسبب جائحة كورونا، وبعد النجاح الذي حققته دولة قطر في استضافة كأس العالم. اليوم الوطني لدولة قطر هو فرصة للتأكيد على مسار الوفاء لمسيرة الأجداد وتضحياتهم في بناء الدولة التي توارثتها الأجيال، وأكمل مسار تعزيزها هذا الجيل الذي يقوده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. هذه المرحلة التي اتخذت دولة قطر من وحدتنا مصدر قوتنا شعارا لها، تأكيدا على معنى التكاتف والتلاحم بين الشعب القطري وقيادته الرشيدة في مسيرة التقدم وتحقيق الإنجازات الكبرى التي أخرجت وجه قطر المشرق للعالم وجعلت منها نموذج يحتذى في العالم ككل. الاحتفال بالعيد الوطني هذه السنة بقدر ما له من معاني كثيرة، فإنه له أيضا حجما هائلا من حيث عدد الاحتفالات التي تصل إلى 4500 نشاط ثقافي وتراثي على مدى 24 يوما، مما يعزز الانفتاح على العالم ويؤكد مدى الاهتزاز بالهوية الوطنية لدولة قطر. ولا شك أن الجميع لمس خلال متابعته لكأس العالم هذا الاهتزاز بالثقافة والجوانب المضيئة لدولة قطر وتاريخها في تفاعل إيجابي مع سائر الثقافات مع اهتزازها الثابت بالقيم العربية الإسلامية. هذه البطولة أيضا أظهرت القدرات الإدارية والأمنية والاقتصادية للدولة، وأخرجت نسخة فريدة من البطولة ملهمة للإنسانية جمعاء، وأكدت من خلالها دولة قطر أنها شريك موثوق في العمل الجماعي مع كل الأطراف الدولية والإقليمية، وهو ما عملت على تأكيده دولة قطر في كل المناسبات خلال السنوات الماضية، خاصة خلال جائحة كورونا وخلال كل الأزمات الأمنية والطاقية التي حرصنا على التعاون مع شركائنا لتجاوزها ودعمنا كل الجهود في ذلك. كما أننا حرصنا في دولة قطر على دعم جهود الوساطة في كل العالم من أجل إحلال السلم في مناسبات عديدة في السودان، في لبنان، أفغانستان، وتشاد وغيرها، وفقا ما تنبيه علينا واجباتنا الإنسانية والأخلاقية، وفقا ما يتيحه القانون الدولي والمعاهدات الأممية. كما أننا كنا دائما إلى جانب أشقائنا في تونس تحت كل الظروف، ونؤكد دائما على أن دولة قطر ترحب بكل مجالات التعاون مع الأخوة هنا، ولا ندخر جهدا في التنسيق بما فيه خير شعبين الشقيقين. وهنا أريد أن أجدد شكري لتونس وشعبها لما لمسناه من دعم وتشجيع لنسخة كأس العالم، خاصة الجمهور التونسي الذي كان نقطة مضيئة في هذه النسخة. وأخيرا أجدد شكري لكم جميعا على تواجدكم هنا للاحتفال معنا بعيد دولة قطر، وشكرا لكم جميعا.